مدام وزان. هاي هاي. تعودت على مدام وزان؟ لا ما كتير، شوي شوي تعود عليها. بعد تولد مدام وزان ولا بقى مش ولا مصرين اختايفة؟ مش الكل بعده ما تعودوا؟ مع الوقت بعده شي جديد لانه فريش. حامل؟ كمان بتعرفي شو؟ إبراهيم جونيور. لا I hope so نكون boy. ليه boy؟ ما بتحب البنات؟ كتير بس عشان نكون في إبراهيم جونيور. شو هالقد بتحبي؟ كتير. شفتن على فيسبوك بتقلك شو إبراهيم جونيور؟ إبراهيم شو؟ جونيرو مدري شو يعمل جونيور. اوكي عندك 6000 او اكثر من 6000 لايك على الانستغرام على كل صوره ميك اب عامليتها على الانستغرام وعلى جروب فيسبوك. عندي واصل لهالعدد. بتحبي يكون عندك معجبين ولا شو بحسسك انه عندك ناس بيحطوا لك لايك؟ شو بحس؟ بتحسي انك محمية، بتحسي انه محبوبة، بتحسي انه غيرك مش احسن منك. هلا انت متهمة انك مريضة نفسية، جاوب نفسي جاوبي. مرة كنتي مجنونة. مجنونة وعبدة شيطان ايوة من عبدة الشيطان. ايه شفتي لو ما بعرفك وحية ما بصدق لانه اهلي اللي عم يحكوا. اهليك؟ لا مش اهلي. اختي ملزمين. ها في اهل بيحكوا هيك على بنتهم لو مش انه هاي فمنا امك لدولي على بنتها يعني اختك. اي ليه الجدة هيفا؟ ليه دخلك ضدي اذا حدا قال لتيتا؟ ما بعرف يا ربي ان شاء الله صرت تيتا على السريع. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. بتعيطوا لي كلكم شو؟ تيتا نضال. شو بتعيطوا لي؟ شو بتعيطوا لها؟ تيتا نضال. اوكي في دعوه نعمت عليكي من تيتا هيفا. اليوم تسلمتي يا مريضة نفسية. بتقول انك معطوبة نفسية. ميرسي. لا ميرسي. لا بس انا هذا اكبر دعم معنوي عطتني انه انت بتاخذي مهدئات اعصاب؟ قلت لا. بتشربي كيس الكول؟ نو ابدا. عندي كاستريك اسيد بمعدتي، الاشياء اللي فيهم اسيد ممنوع، يعني عصير ليمون، فندق، بندورة ممنوع هدول اخذهم. بتحششي؟ عاملين التست وشوفي. طيب مثلا اللي عنده مشاكل نفسية بيكون مثلا اهله منتبهين انه بتقومي بالليل بتصرخي مثلا. بتجاوبسي بتراوبسي؟ لا. بتضربي حدا بالبيت؟ لا. بتضربي الجيران؟ لا. بتشوف الجيران كلهم صاروا عم بتقدموا لي عرسان يعني. والله اوكي. شو هي مظاهر الامراض النفسيه اللي صراحه ما بعرف. مثلا بتحبي لونتي؟ ايه حط لونتي. مريضه نفسيه. انا بدي اتصلبط عليك. دايبوك. صح ما بعرف لو بتحكيك مش عم بصدق شو عم بقرا. طيب ولا اسبابي النفسيه مرضيه؟
طبعا هذا الادعاء هون كما تلاحظون. مهم بقول ولأسباب أما المستدعى بوجهها يعني أنت فهي الأخت غير الشقيقة للمستدعية وتحديدا أختها لأمها. يعني أنت أخت هيوف من الماما. أنت إيه ما يعني أنت إيه لهذا الكلام ميت مرة ما في ده كل القضاة بيعرفوا. ولأسباب النفسية من أول قريتا مرضية ومن شهادة فتحة المحامي مرضية أو غير مرضية. يعني كيف يعني يعني ما بعرف عم بتحلل هي بس ما لقيت يمكن بعد ال أضحت الموكلة شغل المستدعى بوجهها الشاغل. يعني ما عندك شي تعملي غير يا حياتي شو بعرفها شو في ببالي وشو شغلني وبعدني عروس جديد. طب كيف نزلتي عنا انت كفر بالعروس وكيف نزلت بنفس الاسبوع كفر بمحل تاني غريب كيف هيك ما بعرف نحن ما بنمرق ما حدا بيقدر يعرف صدف شو غمسيني صدفة سي ليش عروس شو عروس اثنين العروس المطلقة ما بعرف حلوة هاد لا هاد اسم مسلسل كافي رأيت لأيك وهذه الأخيرة ما فتئت شو يعني ما فتئت ولا بس الزياد شو ما فتئت وشو أضحت منذ سنة تقريبا حتى اليوم تسعى وراء مقابلات صحفية وإذاعية وتلفزيونية بقصد الإساءة إلى سمعة المستدعية يعني أختك هيفا وإنها عم تتعدي على كرامتها وحقها بالخصوصية والاستمتاع بشهرتها. مش عم تتعدي على إيش الاستمتاع وهل الشهرة تمتع دقلوا للأستاذ المحامي أو شيء للتذكير هي انشهرت بقصة الدعارة سنة 96 ما حدا في ينكرها فيك تنكري؟ لا أنا شهدي ملك أنا شهدي ملكي طيب هذه هي شهرتها شو إذا هي دجا انشهرت بهيك قضية عن أي كرامة عم تحكي وبعدين وين أنا يعني شو الدليل إنه أنا تعديت على كرامتها أو أنا بخلال إنك بلكي عم بتذكر الناس وين مشكلة؟ هي قايلة عني مجنونة قايلة عنك أكثر من الكثير وما في عندها دليل بس هلا في شي عندك أنت جنون؟ أو لي؟ لا ما كلنا مجنين بس أنت بمحل معين تحس إنك مجنونة وين صدقتي مثلا وين بتحسي مكان معين؟ طيب بدي أسألك سؤال شو إذا بتقدري تجاوبين عليه؟ انت زعلتي انت وامك من اسبوعين شو صار بعدها رحت لعندها واعتذرت جبت لها بوكي ورد قبل ما تعتذري شو صار فليتي من البيت فللت خليها مجهول مثل العاده يعني ما هني انه القوي بده يستقوى على الضعيف انه انا معي مصاري هي ماما استقوى عليها ما عندها بيت انه انت ما عندك بيت ايه مثلا انه ساعة بدي فللها مثلا انه هيك يعني انه عادي عادي ورجعتي لعند امك وهي اتصلت فيك اتصلنا ببعض ورجعت على البيت وبستا وشت لها بكي ورد انه ما يعني الضميري بيقنبني حتى لو انه عم تضطر تعمل شيء ما بيناسبني بس بأن ابن ضميري انه مضطرة لأمك زعلانة مني كتير كان لأنه قلتي انه مع انه الكل عارف انه هي انه امك مريضة وهي قالت لي لألي يعني انا لما كنت عم تحكيني ما كنتش مشني ده الرحمدية ما فيها شيء هذا الشيء كنت انت نسيتيه هي قالت لي انه انا مريضة لما حكيت معي ما بعرف ولي كنت حتى لما حكيت معي يمكن انا ما كتير بتذكر ديتاي بس انه ما فيها شيء ديتاي التفاصيل او ديتاي اون فرونسي احلى ما يصير جنيور طيب نرجع نكفي